سلمى، الإنشاد الديني يعتبر الإنشاد الديني هو المصدر الأساسي في فن الغناء العربي، وللإنشاد الديني قصة تؤكدها كتب التراث بأن بدايته كانت مع بداية الآذان، ومن هنا جاءت فكرة الأصوات الدينية في الإنشاد بالشعائر الإسلامية والأشعار الإسلامية. واليوم معنا فرقة البدر بقيادة السيد جهاد قويدر للحديث أكثر عن الإنشاد الديني ولسماع الإنشاد الجميل. بدنا نقول لكم الأضحى مبارك وأهلا وسهلا فيكم، وكل عام وأنتم بخير. الله يعطيكم العافية، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير جميعاً. أهلا وسهلا. بهالمناسبة عيد الأضحى المبارك، وإن شاء الله بينعاد عليكم وعلينا وعلى بلدنا الحبيب. آمين. بالعافية والخير إن شاء الله تعالى. أكيد، يسعد صباحك الله وأهلا وسهلا فيك. يا رب. خلينا نبلش اليوم. الإنشاد الديني هو رسالة روحية بيأديها المنشد ومن معه، بينقل فيها كلمات مكتوبة باتزان لتحكي عن قصص إلى قيمة بحياة الشعوب، وأهمها طبعا الشعائر الدينية. خلينا نحكي عن الإنشاد الديني بشكل عام. الإنشاد الديني هو فن، بداية فن يخاطب الروح ويحاكي الروح البشرية. والإنشاد الديني هو رسالة، نعم، رسالة تؤدى، وخاصة إذا كانت مصحوبة بلحن جميل وبأصوات جميلة وبكلام هادف. يعني الكلام الإنشاد الديني متنوع، بيكون مثلا ابتهال اللي هو بيحاكي الله عز وجل واعتراف العبد بذنوبه والتوسل بالله عز وجل وبالتقصير، وايضا بالمدح، مدح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وايضا الانشاد بيكون بنصيحه، بتوعيه، بمحبه الناس بين بعضها. نعم. يعني كثير امور، ببر الوالدين. اكيد. اذا كان مصحوب بصوت جميل وبلحن وبكلمه جميله بياثر بالقلوب، سبحان الله. نعم. كثير يعني. اكيد. جميل هذا الحديث. يمكن دائما بس نحن نسمع موسيقى فنحن منغذي روحنا، تمام. كيف إذا كانت الموسيقى مترافقة مع أشعار تحاكي وتناجي نعم. الله؟ نعم نعم. بدنا نسمع شيء منكم. الله يخليك يا رب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا أشغلتني، هيمتني، تيمتني
عن سواها أشغلا. أخت شمس ذات أنس دونك سين أسكرتني هيمتني تيمتني عن سواها أشغلا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حشو ولب وزار الحرم ونادوا لبيك الله أكبر. حشو وزاروا الحرم ونادوا لبيك الله أكبر. يا هنا يا منى، يا هنا يا منى، من سقى زمزم وصلى صلى الفجر وكبر. يا هنا صلى صلى الفجر وكبر. زاروا الشفيع ثم البقيع، زاروا الشفيع ثم البقيع، يا ليتنا معهم جميعا، يا ليتنا معهم جميعا بأرض الحرم، أرض الحرم، أرض الحرم. يعطيكم ألف عافية، وأكيد يعني لبيك اللهم لبيك كلياتنا كنا عم نقول هاي الكلمات، ونتمنى قريبا يعود السوريين مرة أخرى لا يستطيعوا القيام بمراسم الحج في أرض المقدسة. أكيد إن شاء الله يا رب قريبا نعود ويسمح للسوريين بعيدا عن هذه المواقف التي تمنع السوريين من القيام بالشعائر الدينية. أكيد بإذن الله قريبة، إن شاء الله قريبة بإذن الله. وأكيد تحية لكم ولهالإنشاد الجميل. دائما الإنشاد هو رسالة للروح وبكل الأديان، حتى لما بنكون عم نحيي أعياد الفصح المجيد أو عيد الميلاد وبنستمع لأناشيد أيضا بنقول المنشد بيصلي وهو عم ينشد، ونفس الشيء بديننا انت عم تقول كلام عم تتقرب فيه لله عز وجل من وحي اي مناسبه عم نحيها. قد ايه بتحس هو الرساله اليوم انت عم بتاديها للناس يلي ممكن تسمعك؟ والله هو يعني سبحان الله اهم شيء اللي عم يؤدي الانشاد بده يكون في اخلاص وفي صدق بالكلام اللي عم يقوله. يعني الكلام كما قيل الكلام يخرج من القلب يدخل الى القلب دون استئذان. صحيح. فبده يكون في اخلاص وفي يعني الكلام اللي عم يقوله يعني قدر المستطاع انه الواحد يطبقه ويؤديه. يعني مو يقول كلام وعم ينصح الناس وعم يوعي الناس. نعم. هو في تقصير. نعم. فلحتى يكون رساله ويكون واصل اكثر لقلوب الناس بده يكون في صدق. نعم. هو فن مثل ما تفضلتي، بخاطب الروح، بخاطب الله عز وجل بصدقه وبكلامه.
والله يتقبل منا جميع ان شاء آمين الله. امين يا رب. امين. الله يتقبل. ويمكن صدق واضح كان لانه نحن استمتعنا بصراحه. الله يخليك يا رب. مثل ما بيقول احيانا الكلام الذي يرسل من البشر الى الله تقشعر له الابدان. تمام. فعلا هيك صار. فكمان حابين نحن نغذي روحنا بسماع كمان شيء ثاني. كمان سبحان الله المناسبه بتلعب دور. يعني من المناسبه مثلا عيد الاضحى المبارك يكون الحجاج اتموا الحج. صحيح. اتموا للعشر ذي الحجه اللي هو في قربه بازدياد العبد لله عز وجل بالطاعات. نعم. فالمناسبه يعني بتطفي سبحان الله من وحي الوحي المناسبه. نعم. ان كان مثلا بعيد الفطر السعيد، ان كان مثلا شهر المولد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ان كان مناسبات نحن مسافرين بنفرق مثلا مولود جاي مولود، واحد مثلا راجع ابنه من السفر بساي مولد، المناسبه سبحان الله عرس كمان فرح نساوي اعراس كمان كله سبحان الله تطفي سبحان الله المناسبه على الانشاد يعني اكيد. نعم. هو الانشاد دخل كمان بعاداتنا وتقاليدنا وتراثنا. تمام. تمام. يعني مثل ما قلت انت بالمناسبات في كثير ناس بتفضل انه تعمل مولد مثل ما بيقولوا بمناسباتها الخاصه ويكون حاضر فيها ذكر الانشاد الديني والروحي. ايضا خلينا نحكي اليوم عن الفرقه امتى تاسست. نعم. المشاركات ابرز المشاركات اللي قمتوا فيها. والله احنا بفضل الله عز وجل الفرقه بدايه الفرقة كان من عام 2000 تقريبا بفضل الله أكثر من 20 سنة. بدأنا يعني بخمس أشخاص وصبرنا شوي شوي الحمد لله. طبعا أي بداية بيكون فيها صعوبة طبعا صبر. صحيح أكيد. فالله عمل وجهد يبارك بالشباب كلهم. يعني إحنا بلشنا شوي شوي الحمد لله وزاد العدد الحمد لله وانطلقنا الحمد لله وفي مشاركات الحمد لله كثيرة ضمن بلدنا الحبيب، بلدنا المشهورة بالحبة للإنشاد وحبة لسماع المولد، حبة لسماع الفن الجميل. صحيح. كتير مناسبات سبحان الله بتصير كتير بيقولوا بدنا نساي مولد، بدنا نجيب فرقة. صح. مناسبات متعددة يعني. صح. تعطيها روح. تمام. فرح هي روح. نوع من أنواع الفرح. صحيح. نوع من أنواع الفرح. والحمد لله رب العالمين مشاركاتنا بفضل الله يعني بسوريا الحبيبة بالمحافظات كان في إنا بالجوامع بالمحافظات أفراح بالمحافظات. حلو. وضمن الشام وضمن الريف. والحمد لله رب العالمين أكرمنا بقناة نور الشام كمان الكريمة فينا مشاركات بصباح الشام وقناتكم الكريمة المحترمة كمان كان لنا من سنتين. نحن بنتشرف أكيد. وقفنا عندكم كان شهر المولد وهلأ الحمد لله رب العالمين. ونسأل الله القبول والإخلاص والصبر يعني. أكيد والتوفيق. أكيد سمعونا. نسمع أنشودة كمان. سافر يا خلي واروح وانزل في حما طيبة. سافر يا خلي واروح وانزل في حما طيبة عند النبي الأعظم ذي الأنوار والهيبة. ذي الأنوار والهيبة. سافر يا خلي واروح وانزل في حما طيبة. سافر يا خلي واروح وانزل في حما طيبة عند النبي الأعظم ذي الأنوار والهيبة. ذي الأنوار والهيبة. سافر إلى المدينة كي تزور المصطفى سيد المرسلين عنده تلقى الصفا. عنده تلقى الصفا. سافر يا خلي واروح وانزل في حما طيبة. سافر يا خلي واروح وانزل في حما طيبة عند النبي الأعظم ذي الأنوار والهيبة. ذي الأنوار والهيبة. طابت فيك الإقامة في جوار المختار لا يخيب من رام أعظم بهذا الجار. أعظم بهذا الجار. سافر يا خلي واروح وانزل في حما طيبة. سافر يا خلي واروح وانزل في حما طيبة عند النبي الأعظم ذي الأنوار والهيبة. ذي الأنوار والهيبة. يا طير وين مروح نحو المدينة سال. يا طير وين مروح نحو المدينة سال. بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار. بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار. متى وصلت الحيمة سلم عبا فاطمة. متى وصلت الحيمة سلم عبا فاطمة.
كل بحبك هائما عوقته الأقدار يا طير وين مروح نحو المدينة ساري يا طير وين مروح نحو المدينة ساري بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار وطوف الكعبة واسعة بين الصفا والمروة 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 واشرب من ميت زمزم ولا العطش واروي يا طير وين مروح نحو المدينة ساري يا طير وين مروح نحو المدينة ساري بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار يا نور النبي يا نور النبي اللهم صل على حبيبنا النبي يا نور النبي يا نور النبي اللهم صل على حبيبنا النبي على الباب الأخضر ونبت مختار على الباب الأخضر ونبت مختار ويوم المحشر يشفع علينا النبي يا نور النبي يا نور النبي اللهم صل على حبيبنا النبي يا نور النبي يا نور النبي اللهم صل على حبيبنا النبي أبو بكر الصديق بالغار رفيق عمر الخطاب عبدي أما عثمان جماع القرآن أما عثمان جماع القرآن والإمام علي يا سيدي علي والإمام علي نسب النبي يا نور النبي يا نور النبي اللهم صل على حبيبنا النبي يا نور النبي يا نور النبي اللهم صل على حبيبنا النبي نعم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى كافة أكيد الأنبياء خلينا هيك بالختام كلمة بتحب تقولها بهذا اليوم أكيد وبعدها بدنا نسمع هيك أنشودة قصيرة تفضل والله إن شاء الله أول شيء كل عام وأنتم بخير بخير بمناسبة عيد التلفزيون العربي السوري أنت بألف خير هلا والله قريت من الأخ إنه عيد التلفزيون اليوم وبنخص الإخبارية السورية وشكر خاص للعاملين والكادر الكريم على حسن الضيافة وإن شاء الله ربي بعيده علينا وعليكم وعلى بلدنا الحبيب آمين بالخير آمين يا رب والفرج القريب إن شاء الله تعالى بإذن الله الله يخليك شكرا كثير لكم أنشودة هيك قصيرة نسمعها من أصوات صوتك الجميل والتحية لكم أكيد عن مشاركتكم شكرا كثير لمشاركتكم وجه تحية صغيرة بدقيقة لأخوتي بالفرقة الكرام أكيد نحن متمنى كان يكون الكل موجود نحن تقريبا بالفرقة شي 10 أشخاص نعم في أخونا محمد المالح غسان المصري راتب الجراح حسان الجراح محمد البيطار ومعتز العتقي ونور الدين المصري أكيد تحية نوجه لهم تحية كلهم والله يعطيهم العافية ونحن رح نوجه لهم تحية بدورنا من الشاشة هن ما طلعوا معنا ولكن حاضرين يعني أكيد ذكرهم حاضر والملائكة تبعهم حاضرة معنا أكيد شكرا لكم وشوقا وشوقا إلى رؤياك رسول الله وشوقا وشوقا إلى رؤياك رسول الله يحن القلب يا حضار إلى رؤيا النبي المختار يحن القلب يا حضار إلى رؤيا النبي المختار محمد
زينة الأخيار ويا طوبى لمن يهوى وشوقا إلى رؤياك رسول الله وشوقا إلى رؤياك رسول الله فقدوتنا وأسوتنا وأفضلنا وأعظمنا فقدوتنا وأسوتنا وأفضلنا وأعظمنا هو المحبوب سيدنا ويا طوبى لمن يهوى وشوقا إلى رؤياك رسول الله وشوقا إلى رؤياك رسول الله ودخلت على الكعبة بلبي والتوبة بشددها لربي ودخلت على الكعبة بلبي والتوبة بشددها لربي ولقيت النور زمزم قلبي أنا ضيفك يا حبيب الله وشوقا إلى رؤياك رسول الله وشوقا إلى رؤياك رسول الله زوار محلى لمة زوار رايحين نزور الهادي ونتمتع بأنوار زوار محلى لمة زوار رايحين نزور الهادي ونتمتع بأنوار محمد زرناه يا ليتنا شفناه محمد زرناه يا ليتنا شفناه وقبلنا نعلاه لدت على حجارة زوار محلى لمة زوار رايحين نزور الهادي ونتمتع بأنوار زوار محلى لمة زوار رايحين نزور الهادي نتمتع بأنوارا. يعني مع هالأصوات الجميلة يمكن مرق هيك قطار صغير ما بعرف وزمر بس لا نحن مركزين كنا معكم بدنا نتشكركم كثير الله يعطيك العافية كل عام وأنتم بخير إن شاء الله بخير جميعا شكرا لكم بالعافية والصحة كل عام وأنتم بخير إن شاء الله تعالى.